العامل النفسي ومشاكل الشعر والجلد والبشره. معاكم دكتور فرح علاء، دكتوره صيدلانيه وماركتنج سبيشالست في مستحضرات التجميل. هل العامل النفسي بيأثر فعلا على شعرنا وبشرتنا وجلدنا ولا لا؟ الاجابه بشكل عملي وواقعي للاسف اه، وبيأثر تأثير كبير جدا جدا كمان. عاوز اقول لكم اصلا يا جماعة ان المشاكل النفسية او الضغط النفسي بشكل عام بيبقى اصعب بكتير من المشاكل العضوية. لو لا قدر الله عندك دور برد او صداع او عندك حاجة في معدتك، مع الادوية والعلاج هتبدأي تحسي بتحسن، ولكن الضغط النفسي بجد من اصعب الاوقات والظروف اللي ممكن تمر على الانسان. على فكرة هي مش بس بتأثر على الشعر والجلد والبشرة، هي كمان بتأثر على المناعة، بتأثر على التركيز وعلى المود وعلى الشغل وعلى كل حاجة في حياتنا. يعني بجد بتعمل مشاكل كتيرة جدا ممكن تقلب مع الوقت لمشاكل عضوية، ونبدأ بقى نشتكي من صداع أو من ألم في المعدة أو من حاجات كتيرة قوي. علشان كده موضوعنا النهاردة هيكون سايكولوجي أكتر أو نفسي أكتر. هنتكلم فيه عن إزاي ممكن يأثر الضغط على شعرنا وبشرتنا وجلدنا، وإزاي على قد ما نقدر نحاول نقلل من مصادر الضغط دي. خلينا في البداية نكون عارفين ان الضغط لما بيحصل في الجسم بيحفز معاه ميكانيزم معين جوه الجسم يبدا يعمل لك المشاكل اللي احنا بنشوفها، يبدا ياثر على مناعتك، يبدا ياثر على الشعر فتحسي بسكوت شعر وفراغات فجاه مع انك بتلتزمي بسكين كير وبتعملي جلسات، واصلا كمان ممكن يبقى تحاليلك سليمه والفيتامينز عندك مظبوطه وكل حاجه، وبرده بتروحي للدكتور يقول لك لا طب ابعدي بقى عن مصادر الضغط طالما تحاليلك وانت مواظبه على الحاجات اللي انا كاتبها لك. مش بس كده كمان يا جماعه، دي كمان بتاثر على المناعه، ودي بنلاقيها كتير جدا، ان تلاقيكي ايه لسه خارجه من دور برد وداخله في دور برد تاني. على فكره انا من الناس دي، تلاقيني لسه مخلصه دور البرد من هنا مفيش اسبوع ودخلت في دور برد تاني، وده نتيجه ان المناعه قليله. طبعا المناعه انها تقل ليها اسباب كتيره جدا في الطب، ولكن من اهم الاسباب اللي بتقلل المناعه بتاعه جسمنا هي الضغط او العامل النفسي. طيب ازاي بقى يا جماعه نقدر نقلل من مصادر الضغط والتوتر والحاجات اللي ممكن تاثر لي على صحتي بشكل عام؟ طبعا انا في الجزئيه دي بصراحه مش عايزه اقول كلام مرسل ونبعد عن مصادر الضغط ونعمل مش عارف ايه، علشان احيانا الظروف بتجبرنا ان احنا بنبقى مصدر الضغط ده مش قادرين نبعد عنه. ممكن يبقى مشكله مع جوزك في بيتك، ممكن يبقى مع اهلك او اهلك، ممكن تبقى مع ولادك، ممكن تبقى في شغلك، في حاجات كتير قوي ما بنعرفش ان احنا نطلع منها. فالحل في حاجه زي كده ليه؟ عشان ما يبقاش كلامنا مرسل، على الاقل على الاقل ان احنا نحاول نطلع نفسنا من المود ده. لو انا عندي مشاكل في البيت ابدا افصل، ابدا انزل اتمشى شويه، ابدا اكلم صحابي، اخرج اخرج نفسي من المود ده. طيب ولو انا مثلا مضغوطه جدا في الشغل ابدا اخد يوم او يومين اجازه افصل فيهم، اسافر فيهم، اعمل اي حاجه جديده تخرجني من المود ده. على فكره يا جماعه مش شرط بقى ان انا بقول سفر وبتاع فالناس تقول لك اه ما هو مين بقى اللي معاه ان هو يسافر ويتفسح ويعمل. لا يا جماعه، اللي عايز يخرج نفسه من مود وحش هو فيه هيخرج نفسه. فتحتي تلفزيون، اتفرجتي على فيلم، اتفرجتي على مسلسل بتحبيه، سمعتي اغاني، قمتي كده حطيتي الهاند فري في ودنك، انا بعمل كده كتير على فكره، قمتي تتنططي وترقصي كده في الاوضه بتاعتك، هتحسي ان انت غيرتي جو. اقلها جدا ان احنا ممكن نتمشى. وحلوه بقى الحته دي، عايزه اقول لكم عليها، الرياضه يا جماعه. بجد بجد الكلام ده مثبت علميا، مش كلام كده بيتقال من الكوتشز وبيتقال في الجيم والكلام ده كله، ان الرياضه بتطلع النيجاتيف انرجي. بجد بجد الرياضه ليها مفعول السحر، انها بتطلع كل الطاقه السلبيه اللي جواكي، بتطلع كل طاقه الغضب والزهقان والملل اللي بيبقى جواكي، وفعلا بتحسي بعدها بفرق رهيب رهيب. ودي عن تجربه ولازم فعلا تجربوها. يعني ان شاء الله لو هتتمشي حتى نص ساعه في اليوم، بجد بجد ده هيفرق معاكي جدا في شخصيتك وفي تفكيرك، وكمان بينشط الدوره الدمويه، بيعمل حاجات كتيره قوي جسمك بجد هيستفيد منها. وحاجه مهمه قوي يا جماعه، لازم نحاوط نفسنا على قد ما نقدر بناس تدينا بوزيتيف فايبس، تدينا بوزيتيف انرجي، ناس تكون بتحبنا. لازم على الاقل يكون عندنا حد او اتنين بنثق فيهم، بنكون على طبيعتنا معاهم من غير ما نتجمل، بنطلع كل مشاعرنا ونفضفض معاهم. بجد ده بيفرق كتير. واخر جزئيه عايزه اتكلم فيها في الحته دي، ان مش عيب ابدا 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 ان احنا نلجأ لطبيب او لحد مختص يساعدنا لو حسينا ان احنا out of control في الحتة دي، او ان احنا مش قادرين نبالانس ونعيش حياتنا ونخرج ونعمل اللي احنا عاوزينه بشكل طبيعي. او كمان احيانا الناس بتبقى اجتماعية جدا وبتحب شغلها جدا، فجأة تلاقيها انعزلت وقفلت على نفسها ومش قادرة حتى تتكلم مع اقرب الناس ليها. صدقوني يا جماعة، زيارة حد مختص سواء كان life coach او كان طبيب مختص، ده بجد بتفرق كتير، ودي مش عيبة ابدا. يمكن عندنا من زمان نترسخ شوية فكرة كده، ايه ده انا هروح عند دكتور نفسي هو انا مجنون؟ عمرها ما اتحسبت كده. الانسان
يعني بيحتاج اوقات كتير لحد يفضفض معاه وكمان يكتب له علاج لو اضطر الامر لكده، لان الجزء النفسي ده يا جماعه عامل بالظبط زي ما تكون معدتك وجعاكي وانت رافضه تاخدي الدواء، ما انت مش هتخفي. فمش عيب ابدا ان احنا نلجا للناس المختصه اللي تساعدنا في حل المشكله دي. وبجد يا جماعه ما تستهتروش اطلاقا بالجزئيه دي، لان ساعتها لو انت ما عالجتيش نفسك او ما ساعدتيش نفسك بالبدايه او رفضتي حتى مساعده حد مختص، ساعتها ممكن الموضوع يتفاقم وتخشي في ديبريشن واكتئاب، وساعتها بقى بيبقى الموضوع الكنترول صعب عليه قوي. اكتبوا لي في الكومنتس بتتعاملوا ازاي مع الضغط النفسي، واكتبوا لي اذا كنتوا بتنجحوا ان انتوا تخرجوا نفسكم من المود ولا لا.